هاي everyone, thank you for watching. النهاردة قررت أكمل مجموعة الفيديوهات اللي بدأتها بسلسلة فيديوهات إزاي تعملي ميك اب يدوم معاكي لمدة 3 أيام من غير ما تحتاجي تغسلي وشك, وفيديو إزاي تعملي بيتزا في البيت تطلع من غير ما تحتاجي تغسلي وشك, وفيديو إزاي تغسلي شعرك والنعامين مواد طبيعية موجودة في بيوتنا كلنا من غير ما تحتاجي تغسلي وشك, تخلي ريحة شعرك قذرة لمدة أسبوعين. مفيش أي داعي يبقى محبطين الأيام دي, نحبط ليها. طاقة إيجابية, نجاح, عمل, إنجاز, توكسيتي. معظم الناس من ساعة ما بدأ اللوك داون اوريدي اتعلموا 5 لغات, واللي شطب شقته واللي خلص مناهج 3 سنين قدام. انتوا كمان لازم تعملوا كده. النهارده جاي لكم نصايح سهلة وجميلة تقدروا تنفذوها في البيت تبقوا ناس ناجحة زي صحابكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب, انا برنادت وتابعوني. واحنا في اللوك داون طبيعي ننسى بعض المهارات الاساسيه من كتر القعده على الكنبه. مفيش مانع نرجع واحده واحده نتعلم المشي, واكيد هتبقى اكتيفيتي جميله نتشارك فيها مع اهل البيت. بس لو نزلتوا الشارع خلي بالكوا في المطالع. فكره ستارت اب تهارني جات لي من اني كنت يوم جايه من بره وكنت بقوم باجراءات التطهير الطبيعيه, وبعدين لقيت اني بسيب قطر على ازازه المطهر احاول انضفها بالكحول احس اني ما نضفتش ازازه الكحول وهكذا. فقلت الحل اني اجيب حد يساعدني في البروسس دي عشان اقدر اتخلص من الجراثيم تماما. كده جات لي فكره ابلكيشن تهارني. ابلكيشن تهارني لانك مستحيل تنضف لوحدك. دلوقتي مع تهارني بدوسه واحده على موبايلك هنبعت لك مندوبنا يطهرك لانك وسيله تطهيرك اكيد مش كافيه. عندنا بين باجز طبعا نشتغل اجايل. يلا نتفرج على المسلسل بيبدا الساعه 10. الساعه لسه 7. تكرا 10 هناكل محشي تاني النهارده. صحيح عندي كونفرنس كول عايز الحقها الساعه 1. الساعه بقى 5. فاكره لسه 1. هو بينو ما جاش ليه؟ مش قال انه جاي يوم الاربعاء؟ النهارده الاحد. مفيش حد شايفني بس الباب. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ كده اقدر افتح. هوب هوب فتح بسهوله اهو. قرف قرف قرف. همسك التلفزيون ده ازاي بقى؟ ده صباح القرف. رش 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 ولا يهمك. استعنى الشقة بالله. ودي كانت خلاصة نصايحي ليكم النهارده. مفيش هدايا للاسف زي ما وعدناكم, بس ابعتولي قولولي نفسكم انصحكم عن ايه كمان. باي باي.